الحق حقان، حق شخصي وحق ديني. السكوت عن الحق الشخصي، السكوت عن الحق مو صحيح، لازم الإنسان يطالب بحقه، ولكن التفريط في الحق الشخصي إذا أدى إلى ضياع الحق هذا ما في إشكال، هذا من الأخلاقيات. بني لا تسكت، اطلب بس لا تطالب بقوة. حقيقة من أهم مكارم الأخلاق أن الإنسان على كل حال يعتقد أكو آخرة، يعتقد. فأما من الله في القرآن يقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، حسنى يعني شنو؟ يعني الجنة. يابا إذا أكو آخرة أنا ليش أتكالب على حقي، حقي الخاصة؟ أكو آخرة، أكو الله، أكو حساب، الله راح يأخذ حقي، ما راح يضيع. فإحنا لا نسعى وراء حقوقنا الشخصية سعي مستميت، هذا معناته ماكو آخرة. إذا فد واحد مأكل حقي إنسان يحوله على الله، فهناك حق شخصي يجب المطالبة بالحق، لكن على كل بحدود. إنسان يحاول بس مو محاولة يستعمل حتى أسنانه، يحاول ما صار ما صار، يثق بالله أن الله تبارك وتعالى يعطيه حقه في الدنيا قبل الآخرة، هذا تصديق للآخرة. أكو حساب، أكو كتاب، القضية مو هيته، الله يحاسبها في الدنيا يحاسبها. أما مسألة الحق الديني لا، هذا ما يصير التنازل عنه، هذا حسب متواتر الآيات والروايات. إذا كان حق ديني الإنسان لازم لا يسكت عن الحق الديني. الساكت عن الحق شيطان أخرس.